كسرن بأصواتهن قيود الخوف. رفعت الحركة النسوية في إدلب سقف شعاراتها المناهضة لزعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني برفقة أطفالهن حينا وبرفقة أخريات من مدن وبلدات تسيطر عليها الهيئة أحيانا أخرى، تجمعن في تظاهرات أريد منها كسر حاجز الخوف ورفع مطالب المتظاهرين ضد الجولاني، متسلحات بصور لأبنائهن وأزواجهن وإخوة لهن في سجون هيئة تحرير الشام. تمام، اعتقلت أنا وطفلين يا إخواتي جوا لما فتنا على المهجع، في كتير معتقلات من إخواتي وأمهاتنا كبيرين بالعمر، لما يطلعوا على التحقيق اللي كان أختي واللي كان أمي جوا تلبس كتير غراض، فاسألها أنا ليش لبسي كل هاي كمية الثياب، تقلي ما بتعرف لشو بدي يجينا من تحت التحقيق الضرب والقتل. كشفت النسوة في إدلب كثيرا من الممارسات تحرير الشام ضد المعتقلين في سجونها، بين معتقلات لم يترددن في رواية ما جرى لهن، وسيدات نقلن ما جرى على معتقلين من أقربائهن في سجون الهيئة، لتشكل تظاهرات السيدات شمال غرب سوريا محركا لتظاهرات شعبية باتت تهز إمارة الهيئة. أهل المناطق كلياتها عم بتطالب برحيلك وعم بتطالب بولاد المسجوني، ظلم في سجنك يا عميل. يا جولاني مثل ما صرخاتنا قوى مثل العالم عليك وأي مثل العالم عليك، دار صرخاتنا بدها تذبحك، دار دعانا بدها يذبحك، دار من أبواب السجن. ها قبل أكثر من عام شكلت التظاهرات النسوية الصوت الوحيد شمال غرب سوريا المناهض لزعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني. اليوم بات الحراك المطالب بإنهاء إمارة الجولاني سمة منطقة، يؤكد العارفون بها أن الحراك النسوي شكل رافعة لاتساع التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام. اعتقال أكثر من 200 سيدة شمال غرب سوريا لم يشكل رادعا للحركة النسوية في استمرار تظاهراتها لتشكل رافعة لمظاهرات باتت اليوم تهز أركان إمارة الجولاني في إدلب. رضا الباشا، حلب، الميادين.